العقيلة صلوات الله وسلامه عليها بعد مقتل سيد الشهداء ماذا قالت حين رفعت صوتها الشريف مستغيثة يا محمداه بناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليهم ريح الصبا وهذا حسين محزوز الرأس من القفا وفي نسخة مجزوز الرأس من القفا وهذا حسين محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء بابي تشير الى الحسين يعني افديه بابي بابي من عسكره في يوم الاثنين نهبا بابي اما ان تشير الى الحسين او تشير الى رسول الله وعسكر الحسين ومخيم الحسين هو مخيم رسول الله بابي من عسكره في يوم الاثنين نهبا لم يقتل الحسين في يوم الاثنين هي تشير الى يوم السقيفه الحسين قطعا لم يقتل في يوم الاثنين كتب التاريخ موجوده هناك من قالوا بانه قتل في يوم الجمعه وهناك من قالوا بانه قتل في يوم الاربعاء لم يقتل الحسين في يوم الاثنين بابي من عسكره في يوم الاثنين نهبه يعني ان الخيام نهبت في يوم الاثنين في يوم السقيفه كما قال سيد الشهداء وهو يقول لقتلته اني ارد على جدي رسول الله واقول يا جد قتلني فلان وفلان فلان وفلان نفسه الذي جاء مذكورا في الروايه التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل من الجزء الثامن من الكاف الشريف قضيه الحسين من هناك بدات